ايه النصايح اللي ممكن نديها لكل ام دلوقتي بتشوفنا او ام جديده او ابنها لسه رايح المدرسه؟ ازاي تحضر اللانش بوكس بطريقه بسيطه وفي نفس الوقت تديله كل القيم الغذائيه اللي هو محتاجها؟ زي ما قلت لك حطي فيه العناصر الغذائيه اللي احنا اتفقنا عليها. تمام، لو هنقولهم كده برضو سريعا، ايه من كل حاجه؟ بروتين. بروتين، فممكن احط من اول بيض مسلوق، مع اني ما بنصحش قوي في اللانش بوكس علشان ريحته، لفراخ فيليه مشويه كده تتشوح وتتحطها له، لناجتس، لبرجر، ساندوتش برجر، وات ايفر، ادي هو بروتين. تمام، قد هنا حته نص صغيره، نص الكف، يس، أوكي. مرتين في اليوم. فانا لو هديله صبح هديله في الغداء، اند ذاتس ات، كفايه. بس كمان الكبد مش هيستحمل قد كميات بروتينات كتير. اوكي، مش فكره ان ابني لازم ياكل بروتين يبقى لازم افطسه بروتين، لا خالص. يا اوكي، ايه كمان؟ فهديله بروتين، هديله خضار، هديله فاكهه. الفاكهه والخضار 5 مرات على مدار اليوم. قد ايه حجم نص الكف؟ فاللي هو لو انا اديته حاجتين في اللانش بوكس مش لازم اديله بالليل. فاهمه؟ نشويات، واحنا اتفقنا النشويات دي ممكن تبقى كذا حاجه، بطاطس، بطاطا، كينوا، رز بني، اديله عيش ممكن بديه كامل مره، وافلز، اديله وافلز، عصير بقى، تعالي لي عند العصير. بس يعني سريعا جدا عشان الوقت خلص. العصير يا جماعه بلاش، ابعدوا عن الالبان اللي بالموز وبالفليفرد اللي هي مليانه سكر. اعملوا لهم عصير في البيت، برتقال فريش، يعني اعملوا لهم بالظبط، اضرب لهم تفاح، اضرب لهم موز على اي فاكهه تاني، او ممكن اسلق الفاكهه مثلا زي الكمبوت او الحاجات دي، اي حاجه من الحاجات دي. يس يس دكتور، احنا استفدنا جدا، انا شخصيا اكيد نورا كمان استفادت من النصايح دي فعلا. لازم نغير واهرجوا باللانش بوكس بتاعك. اوكي، لازم نغير ثقافتنا فعلا يا جماعه في الاكل. احنا كده حلقتنا خلصت، ميرسي يا دكتور. ميرسي.